والله المباراه صعبه على الفريقين، المباراه مش صعبه على الاهلي خالص. الاهلي كسبان، احنا جايين كسبانين 2-1، جايين احنا مركزين، جايين احنا كسبانين 2-1 وجايين نلعب على كده، وجايين احنا نكمل ان شاء الله باذن الله ونقدر ان احنا نكسب. يعني ان شاء الله مش جايين خايفين من حاجه، فرقه تبقى صعبه على الفريقين، مش تبقى فرقه صعبه على الاهلي، لا بالعكس هتبقى صعبه على الوداد اكتر، لان الوداد محتاج اللي هو يسجل بس. فالمباراه من ناحيه صعبه، فصعبه على الفريقين مش صعبه على الاهلي بس. فاحنا ان شاء الله مركزين، وان شاء الله نتمنى للجمهور دوت يبقى حماس لينا احنا اكتر ان شاء الله. وبالنسبه بقول لك اتمنى ان شاء الله للجمهور الجون دوت حماس لينا احنا ان شاء الله. فاحنا عاملين حسابنا على كده زي ما كان مليان في القاهره، واحنا الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نكسب. وان شاء الله احنا جينا هنا قبل كده والرجاء تعادلنا 0-0، والوداد كسبنا هنا، والرجاء السنه اللي فاتت برضه تعادلنا واحد هنا في وسط الجمهور، يعني مفيش اي حاجه اختلاف. فان شاء الله نقدر احنا نكمل على كده. لا مفيش ضغط خالص، احنا جايين المره دي، احنا جايين كسبانين المره دي، مفيش ضغط، ضغط يبقى نفسي على الوداد مش علينا احنا. الموسم اللي فات البطوله قدام الوداد، بس احنا الماتش الاولاني كسبانين على ارضنا، وان شاء الله اللعيبه كلها عندها مسؤوليه ومركزه ان احنا يوم الاحد ان شاء الله نكسب، نعمل نتيجه ايجابيه وناخد البطوله قدام اي جمهور. ان شاء الله اللعيبه تبقى مركزه، بنحترم الفريق الوداد وبنحترم جمهوره. ان شاء الله اللعيبه تبقى على قد المسؤوليه، ونشوف مباراه كويسه، العالم كله بيتفرج علينا، ان شاء الله المباراه تخرج بصوره كويسه. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبور، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.